السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. المنتخب التونسي بيتلقى هزيمة قاسية من المنتخب البرازيلي في الشوط الأول بأربع أهداف مقابل هدف، وتلقى طرد لديلان براون بعد تدخل عنيف، كارت أحمر مباشر بعد التدخل العنيف مع اللاعب نيمار بعد ترئيسة كده شكلها مش حلو يعني. فدخل تشارلز ليسون عمل مشكلة أو اتخانق مع ديلان والدنيا هاجت شوية، وبعد كده تم فض المشكلة واتطرد ديلان وخد انذار تشارلز ليسون. كل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق ان شاء الله، لكن فروق واضحة، فروق كبيرة، رغم المنتخب البرازيلي في عدد كبير منهم ما بيشاركش، لكن في الشوط الاول يعني، لكن النتيجة قاسية، ونتمنى ان الشوط الثاني ما تزيدش النتيجة. بالنسبة لأحمد سعيد، وكان على أحمد سعيد على إسلام الشاطر، وشاف إن إسلام الشاطر آخر 3-4 حلقات كده عامل شغل كويس على قناة النادي الأهلي وبيضرب جامد، ويعني شغل ماسك العصاية من النص ده اللي كان بس في قناة النادي الأهلي، شاف إن إسلام بيواجه وبيتكلم بشكل واضح وصريح، فقال لك الكابتن اسلام الشاطر عامل عظمه زي ما انتقدته قبل كده انا بشيد بيه دلوقتي. اسلام عامل لهم حاله هياج شديد ولضاده ومطبلينه. برافو يا نجم، استمر ولازم كل الحلقات تبقى كده. مرفوض تماما لاي اعلام قناه النادي الاهلي ماسك العصايه من النصف في القضايا الشائكه التي تحيط بالاهلي. كل الدعم وكل المسانده. انا جايب ده علشان رد احمد سعيد على مصطفى الجويلي، وكمان لحاجه ممكن نحتاجها قدام يعني. بالنسبة لمصطفى جويلي علق على أحمد سعيد وقال له خليك من الدار أحسن، خليك من الدار أحسن. فأحمد سعيد رد قال لك ظاهر برجولتي، بدل ما تدارى بفلوس واحد بيديني، بدل ما تدارى بفلوس واحد بيديني على قفايا طول الشهر وأقعد أهزله من غير لا شخصية ولا كرامة يا درش. تفتكروا يقصد مين بالكرامة والضرب والهز والروس؟ مصطفى جويلي أحد ضيوف قناة نادي الزمالك يعني. نادي الزمالك بالقضية ممكن في كرة اليد. الترجي التونسي بيطيح بنادي الزمالك من نهاية البطولة العربية في الثواني الأخيرة من المباراة اللي انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي وعامة ولعب وقت إضافي، أطاح الترجي التونسي. والبعض بيقول لك انهم عملوا البطوله العربيه دي علشان يوصلوا نادي الزمالك لكاس العالم، لكن يبدو ان نادي الزمالك كالعاده يعني هيشوف كاس العالم، هيشوف النادي الاهلي في كاس العالم فقط لكره اليد، وهو هيقعد من البيت يعني. طبعا انتوا عارفين النادي الاهلي تاهل لكاس العالم في السعوديه اللي هتكون في شهر اكتوبر القادم بعد فوزه على نادي الزمالك في السوبر الافريقي. عملوا البطولة العربية على أمل الزمالك يروح، الترجي راح كسبان الزمالك وراح لكأس العالم للأندية. لأول مرة بصراحة أشوف يعني فرقتين من قارة واحدة بيلعبوا في كأس العالم للأندية، الجديدة دي يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم كل التوفيق من 2000 وكان مش جديدة يعني، ما أقول لك من 2007 لحد دلوقتي ما حصلتش يعني، غير 2007 تقريبا او من قبل 2000، لكن حد الان ما حصلش يعني. لكن الزمالك بالقضيه ممكن بيطلع بشكل غير لطيف. كنت اتكلمت عن قصه رزاق السيمي ومقارنته بكهربا بعد زملكاويه قعدوا يخبطوا في الارض البعض طبعا، وقعدوا يهاجموا ويشتموا وبتاع، وبتكلم عن الاعلام، اين الاعلام من تغطيه قضيه رزاق السيمي وكهربا؟ واحد طلع بيقول لك ما فيش الفرق بينهم، وانت جاهل، وانت الفرق بين كهربا مش من الزمالك على ان عقده انتهى، وان العقد اللي الزمالك بيقولوا عليه عقد مزور. رزاق السيسي مش من الزمالك على ان عقده انتهى، امير طلع وقال لك نادي الزمالك قال لك احنا مجددين عقده 3 سنوات، ها رفع قضيه هنا والاعلام مسك كهربا، ايه الفرق بين الاثنين؟ النهارده رزاق السيسي بيمضي البنك الاهلي زي ما قلت لحضراتكم يعني. ثم الاعلام فين ومجد عبد الغني فين والناس اللي بيتكلموا عن اهدار المال العام والنادي الاهلي؟ حد يقول لنا يعني النقاز لما مشي من نادي الزمالك
هل مشي بفلوس؟ لا ما فيش فلوس. رزاق سي مشي بفلوس؟ لا. طب فرجاني ساسي؟ لا. طب بن شرقي؟ لا. وناجي؟ لا. طب طارق حامد؟ لا. ابو جاب؟ لا. ما فيش اي حاجه خالص. ويطلع واحد يقول لك الاهلي وازاي اجيب لاعب وامشيه من غير ما ويمشي وابيعه باقل؟ طب ده بيجي بيندفع فيه ملايين الدولارات في الزمالك وبيمشي من غير الزمالك مسافه ولا 40. الاهلي بيدفع، طلع اعارات، يلم فلوسه، واذا اللاعب مشي بنفس الفلوس يا بقى ما مين بيقدر؟ مال عام يعني، مين بيقدر؟ هنا بقى الاعلام لما بنيجي نتكلم الاعلام مغمض في الجزئيه دي. يعني بالنسبه لسيف زاهر، الاخ سيف زاهر معرفش، تحس ان هو عايش مع كولر واللعيبه لدرجه انه بيقولها قمه الكوميديا. راجل بيقدم كوميديا، ده حلو وده حلو، ده في حته وده في حته. طب لما ده في حته بيقابلوا بعض ازاي يعني؟ يعني المهم بيقول لك ان مارسيل كولر شوف وصل بيه الدرجه، وضع نظام غذائي. طب ماشي، ممكن نظام غذائي، لكن الراجل وصل لتفاصيل قال لك منع اللعيبه انهم ياكلوا فول وطعميه، ومنع اللعيبه انهم ياكلوا الكشري الا يوم واحد في الاسبوع. عايز تاكل كشري؟ يوم واحد في الاسبوع. هو ده مدرب؟ وانت اعلامي ولا انت طبيب تغذيه يا اخ سيف زاهر؟ جماهير النادي الاهلي بتحفل على المدير الفني لنادي الزمالك فيريرا بعد كل يعني رابع او خامس مره يطلع يسال بعد كل مباراه نادي الزمالك ازاي انا بطل الدوري والعب من دور 64 والتالي وثالث الدوري يلعب من دور ال 32، يعني ازاي يعني؟ فجات له القاضيه بقى، البعض من جماهير بيقول لك جات له نادي الزمالك بطل الدوري السنه دي والسنه اللي فاتت، والفيفا لعبه جديده بتاعت الفيفا، النادي الاهلي هو الوحيد اللي موجود في الفيفا. طب يا عم تسال المنظمين بتوع او الملاك بتوع اللعبه فيريرا وتقول له اشمعنى ده انا بطل الدوري تاخد الاهلي ليه؟ يعني قمه العب. طبعا اتكلمنا وشرحنا، لكن هو غرضه انه يكسب يعني جماهير نادي الزمالك، وعارف الاسطوره كيف يتم. عاوز تصنع اسطوره، اكتب شويه هاجم النادي الاهلي، اتكلم بطريقه عن سيئه غير النادي على النادي الاهلي، هاجم جماهير النادي الاهلي، وهكذا تصبح اسطوره لدى جماهير النادي. لكن بادائك ببطولاتك، انت بقالك 20 سنه ما خدتش افريقيا، لما تيجي تلعب وبتطلع كل سنه من مجموعات، ما فيش غير 2019 20 امام النادي الاهلي و2016 وصلت للنهائي، انما النادي الاهلي 5 سنين بيلعب، وصل 6 سنين للنهائي، او اسف لعب في اخر 6 سنين 5 نهائي، يبقى مين البطل؟ انت بتهزر؟ واخد البطولة 2012 و2013 تقريبا و2012 و13 2012 و13 تقريبا، حد يفكرني. وخدنا من 2013 خدنا 2000 بقى و20 و2021، بتهزر انت؟ وتيجي تقارن يعني ازاي يا عم انتوا؟ ده حتى في البطولات المحلية انتوا فاشلين، 42 ومقابل 14، والناحية التانية 10 وخد نص بالنص في ابطال افريقيا. لعيبة النادي الاهلي هينتظموا غدا، اللعيبه الدوليين في تدريبات النادي الاهلي، النادي الاهلي هيعمل تدريباته على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. طبعا منتخب مصر الدوليين مع المنتخب محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وايمن اشرف وكريم فؤاد واللاعب حمدي فتحي، دول خماسي النادي الاهلي الموجودين في منتخب مصر. ايضا لعيبه النادي الاهلي المحترفين اليو ديانج وعلي معلول، علي معلول مع المنتخب التونسي وديانج مع المنتخب المالي، هيعودوا بكره ان شاء الله الى القاهره وينتظم في تدريبات النادي الاهلي باذن رب العالمين. بالنسبه لمباراه النادي الاهلي والاتحاد المنستيري التونسي، الاهلي هيسافر زي ما قلنا يوم 6، رئيس البعثه العمري فاروق، طاقم تحكيم جزائري لاداره هذه المباراه هاني حتحوت. في البدايه بنتمنى الشفاء العاجل، او ان زوجته اللي تعرضت لحادث بالسياره الخاصه بيها حادث سير بسبب اختلال عجلات القياده، وده اللي خلى حتحوت نشر من خلال صفحاته على السوشيال ميديا وقال قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله زوجتي عاليه بخير بعد ما تعرضت لحادث لاختلال عجله القياده من يديها، الحمد لله على كل شيء، ربنا يحفظ الجميع. لكن بمناسبه هاني حتحوت، هاني حتحوت بقى هيخش في حضن اخوه ميدو. ازاي هيخش في حضن اخوه ميدو؟ هاني حتحوت بقى له فتره بيقدم برنامج الماتش على صدى البلد. في الفتره الاخيره حصل يعني تفاهم ما بين هاني حتحوت والقائمين على برنامج الريمونتادا اللي بيقدمه ميدو مع بركات مع محمد عباس على قناه المحور، ويبدو انه من منتصف اكتوبر الشهر القادم سيبدا هاني حتحوت رحله جديده على قناه اخرى مع برنامج جديد، وهو برنامج الريمونتادا، علشان يكون
شريك لأحمد حسام ميدو في تقديم برنامج الريمونتادا، ورحيل بركات على ما يبدو محمد عباس ميدو وهاني حتحوت هيتقاسموا البرنامج، كل واحد هيقدمه ثلاث حلقات أسبوعيا. طبعا راح للمكان والشخص اللي بيميل ليه وانتمائه بيشبه انتمائه، هاني حتحوت. هاني حتحوت هياخد راحته الأول، صدى البلد وكان أحمد موسى وأهلي وبتاعه محجمينه، دلوقتي بقى المحور وميدو بيفعل ما يحلو له، وبالتالي هيكون أكثر أريحية في الهجوم على النادي الأهلي هاني حتحوت، وأكثر طبطبة على نادي الزمالك. ولو فلت منه كلمة كده ولا كده، أو ميدو موجود وسط الخير بينه وبين مرتضى منصور، حتى كمان مرتضى منصور يعني محدش يأمن له، يعني ممكن مع ميدو النهاردة كويس بكرة يطلع يشتم ميدو، زي بالظبط التناقض اللي موجود في شخصية مرتضى منصور. زي ما قلت لحضراتكم، وقف أمير عبد العزيز وابنه لاعب الزمالك 2006 لأنه داخل البنطلون مقطع ودخل في مشاجرة مع الأمن، وهو مانع في نادي الزمالك عنده بعض الحاجات اللي أنا معجب بيها بصراحة، يعني البناطيل المحزقة الضيقة الملزقة اللي مش عارف فتحة الصدر إيه والكلام ده كله، الشرب ايه والكلام ده كله، الرجاله البناطيل المقطعه، الشعر الطويل، حاجات ممكن تتفق تختلف ميها معاها، لكن حاجات لما تيجي تبص لها بالذات الحاجات الملزقه والكلام ده كله المحزقه ماشي تمام، وانا بحب ده بصراحه يعني. لكن على النقيض بقى، بالليل تلاقي امك بتحبني، امك وحشه، امك لو مش حلوه، وامك وحياه امك، وان ازاي التناغض ده، ازاي انت هنا كده. لكن زي ما بقول لحضراتكم، مرتضى منصور في نادي الزمالك مع الجمهور حاجه بالنهار، وهو برضه مع نادي الزمالك وجمهوره نفس الحاجه واكتر بالليل، ما هو بالنهار بيمنع وبالليل يقول له امك. في النهايه شكرا لحسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.